هنشوف دلوقتي لقاء مع الفنان عماد زيادة، وهنتكلم معاه عن تكريمه في مهرجان الأفضل، واتكلم عن دوره بمسلسل ولد الغلابة وتعامله مع الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي. أنا أولاً سعيد بتكريمي من خلال المؤسسة الصحفية الكبيرة وشوشة، ده شرف لأي فنان، وسعادتي بتكمل بأن التصويت ده جاي عن طريق الجمهور، تصويت الجمهور ده بيبقى أكبر هدية لأي فنان. فبشكر الجمهور اللي صوت لي، بشكر مؤسسة وشوشة العريقة، مبسوط جدا بالتكريم عن مسلسل ولد الغلابة. بشكر أحمد السقا الراجل اللي وقف ورا كل الناس، راجل نجم كبير يستاهل المكان اللي هو فيها. بشكر محمد سامي مخرج عظيم، كل الناس دول كان لهم يد كبيرة جدا ودور كبير في نجاحي ونجاح أي حد كان جوه المسلسل. الحمد لله شفت ده في الشارع، حسيته من الناس. النجاح بتحسيه من الناس، بيبقى رد فعل، بتشوفي اعجاب من الناس وهي بتقابلك، رد فعل، حافظين الشخصيه، حافظين حاجات من الشخصيه. طبعا كنت قلقان، بس انا كنت عارف ان انا مع نجم كبير ومخرج كبير، فاكيد هنعمل حاجه كويسه، والحمد لله ربنا وفقنا. كله توفيق من ربنا. التوجيه بيخلي كل شخصيه تروح في الطريق الصحيح، ان هو شايف المسلسل كله، فهو بيعرف يخلي كل ممثل يعمل ايه بالظبط. فده شطاره محمد، يعني محمد نج يعني مس يعني محمد مخرج كبير، وبيعرف يوجه ويطلع من كل فنان اللي هو ما طلعوش قبل كده. اشكركم جدا، وبشكر الجمهور اللي صوت لي، وتحيه كبيره، كل سنه هم طيبين.